الاهلي يحتفل بلقب الدوري خير احتفال برباعيه في الزمالك. سيراميكا كليوباترا اعلن الاهلي بطلا للدوري مبكرا بفوزه على بيراميدز منذ 3 ايام، واليوم احتفل الاهلي بنفسه بلقب الدوري برباعيه في الزمالك بعد اداء كبير من معظم اللاعبين وتحديدا حسين الشحات. تفوق كولر طولا وعرضا على اوسوريو اللي انتحر تكتيكيا في الشوط الاول امام فريق هو الافضل الان افريقيا. الاهلي اليوم بجانب احتفاله بالبطوله الخامسه هذا الموسم خرج بفوزه الثالث على غريمه التقليدي نادي الزمالك في موسم رائع. وبعيدا عن الكره، شكرا للاعبي الاهلي والزمالك الخروج بالمباراه بروح رياضيه مثاليه من الجميع.